إلى أهالي سيناء، وهذا الفيديو الحصري الذي حصلت عليه الجزيرة مباشر ولقاءات حصرية مع أهالي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، اشتكوا خلالها من انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، غياب الكثير من الخدمات الأساسية، كما عبروا عن استيائهم من تجاهل المسؤولين وغياب التغطية الإعلامية للأحداث بسيناء. فلنشاهد. ما في لا خدمات لا مي لا كهرباء لا شبكة ولا أي حاجة، ليه متعمل فينا كثير؟ أتمنى برضو إن الإعلام ما يحصلش فيه التكتيم اللي بيحصل دلوقتي، تكتيم رهيب على كل اللي بيحصل في البلد، كل الأحداث محدش يعرف عن البلد أي حاجة. إحنا حرفيا لما بنسيب العريش وسينا ونخرج للمحافظات التانية حرفيا محدش عنده أي معلومة عن اللي بيحصل في البلد، كله فاكر ان الدنيا مستقرة والحياة كويسة وعايشين زينا زي اي حد، ودي مش حقيقة. احنا عايزين الحقيقة توصل لكل الناس، يعني عايزين يبقى فيه وعي، لربما ده يساعد في حل الازمة اللي احنا فيها. والله اوضاعنا صعبة جدا، والله اوضاعنا صعبة جدا، والله الكهرباء بتقطع قبل 15 يوم واحيانا بعشرين يوم، قضايف والله انهم بهزنا البيت وهنا مشيتنا فوق روسنا، واطلاق نار والله بنستخبى في البيوت منها، ومية ما فيش، يعني ما فيش أي مسؤول ابن حلال يجي يقول أنت عايزين حاجة عايزين محتاجة، والله حتى المساعدة بتاعت الكراتين إنهم بطل يساعدونا، كنا بنقبض ومنا بعدين بطل يدونا، وإحنا والله الحمد لله يعني اتبهدلنا خالص، بس إنا الله، والله إحنا إنا الله، خلف الله منا حد، لا حد بيسأل عنا لا مسؤول ولا حاجة، وأنا ابني يعني أنا ابني مات فداهم. أنا ابني كان معاهم ومات فداهم، لكان أقسم بالله ما خدت جنيه واحد منهم. ذكركم مشاهدينا أن هذه اللقاءات هي حصرية للجزيرة مباشر، شبه جزيرة سيناء خصوصا الشمال منها ممنوع دخولها على كل وسائل الإعلام إلا ما يسمح بالجيش المصري فقط لا غير.